السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في الكانتين اللي غادي يكون مساء اليوم في التيران ديال كرين ويتيام كوس رينيو كارد دي بار مع تمنيونس مونتي كورس اف. غادي تكون في المسافة ديالهم 2700، غيكون 15 عود والصابل والكورد اغوس. على كل حال، الخيول ديال 4 سنوات ما بين لي فيميلو لي مالو لي هونغر كاول مرشحين جوكر دو فاير دعود اللي غيكون راكب عليه هاد اندري. هاد عود تيرجع للشينو، ولكن كنظن ان هاد العود جوكر دو فاير وعائله لافايل كلها كترجع لدوفال ديستان. دوفال ديستان كسوة الخضراء هذه هي نيت، تنظن وقيلة هي نيت، وإنما لونترينور ديالو تغير المونتي ديالو في دوفال ديستان. خوسي فرنانديز دوفال ديستان، هذا عود راجع ديال دوفال ديستان. كل خيول كتكون عندها كلمة دوفايل في الأخر، لونترينور ديالها كيكون غالبا دوفال ديستان ولا كازا كتكون ديال هاد خوسي فرنانديز. على كل حال اخواني الكرام، هذا واحد العود اللي هو الراس ديال بلي رابيد اللي محطم الكرونو ديال هاد الكاتيجوري هادي في ان 15، كندير دوزيام بلاس في المونتي. المنافس ديالو غيكون جولي كور داتوس، هذا هو العود اللي خسر معاه، كندير 7 ايام. إذن 7 ايام شي حاجة، ديك 7 ايام واش كان هارب عليهم وديسكاليفا مهم ما حسبوش ليه الديسكاليفيكاسيون وتعثروا. ولا دوزيام فافوري رقم 6، وكاين 10 جادو خل كلايد سينيز رقم 10، واحد العود اللي غيدي لينا المونتي لأول مرة غيدي لينا المونتي مع هاد كوربينيو. والعود الكاتريام هو جيفاكا دي كابوني في ميلاد ديال أليكسيس كالي، لاكازاك ديال كريمول، خطارة لاكازاك هادو كنظن الله القهار غالبا. ود هاد العام هذا بعدا هاي كنشوفهم كنلعبو تي بلاسيو اتلي مونتي فيما حطيتي. مهم الى ما ديسكاليفاش راه كيبلاصي، الى ما ديسكاليفاش راه كيبلاصي. على كل حال، هاد الكنز راه اما يا اما. انا غادي ندخلو لعند الانز ويل دي نورد، واحد العود اللي ديال الولد ولد بريك، عنده جوج ديال الخيل، عنده الانز وعنده هاد العود اللي يكون في الديليسي رقم 12 جيلي بيلي ويل، ولكن الأونز خارج نون سيتي ديال لاكورس. ودابا ندخلو عند مونشوفال وجاك ديوسي، تنقول له انا السيادة، واحد الجوكي صراحة اللي ما كيخيبش في البروفانس. ومو عندك مو انغو، ولكن انغو على ملعوبين هاد 13-14، ولكن 13 راه لوجيك 13. رقم سعود كاليكو، العود اللي مشى معاهم في المونتي كنظن درا وقيلا مشى معاهم، تنظن وكدار كاتريام بالديفيراج، كاتريام بالديفيراج دابا غيكون في فيري، وعندو واحد الكرونو لاباس بيه تيبقى، لاباس بيه بالديفيراج، ولكن العود اللي كيمشي فيري راه تيدير ان ديسات ولا. على كل حال، الكورسة غادا تكون فيها لي زوتسايدر. نون سيتي ديال لاكورس فيها 7 وفيها 11 وفيها 5 وفيها 4، مي 4 فوتيف بزاف. هاردي دي لاند او لا جاردي دي لاند مادموزيل هاردي، ممكن هاد العود هدا ممكن الربعة، وخا خارج في النص ولد تيموكو
كما كنشوف واحد العود اللي عنده نوت في الاتلي وعنده لو مونت سانت ميشيل في المونتي دار لنا اول مونتي درواتي كدار لنا سيسيا بلاس. دابا غادي لنا المونتي الثاني، يعني خدا واحد التجربه قصيره صغيره في المونتي غير جا لنا المونتي عند هاد الهونغر ديال كاترون غيكون ديفيري والسبعه جافيرسون دو كاريل خيول ديال لو فلوك من احسن الخيول، غادي نختاروها من احسن الايكوريات اللي كاينين في البروفانس. هادشي اللي كاين الخوت جوكر دو فايل جولي كورداتو سد خيول مشاو بيناتهم، وكاين جادوخ رقم 10 اللي غادي لنا ديبيتون او مونتي غالبا غيكون الكنز جيفاكا دي كابوني هو اللوجيك ديال لاكوس، تنظن غيكون معاه سيس جولي كورداتوس لانه غالبا كيديروا النوفا، وتيبقى جوكر دو فايل اما عتنا يا اخوان عشنو عاطي مير باش تكونوا واقعيين. دو سيركات عاطي لنا 8 15 10 14 الويت شي حاله عنده هذيك باش نو بلاسي عفوا نو بلاسي ولا دوزيام فافوري شي حاجه عندك الرقم 6 والويت والكينز والديس والكاتورز والديس غيدير لينا ديبيتون اون مونتي، دونك واش كينز ديس اولا كينز كاتورز عفوا واش كينز ديس اولا كينز كاتورز. اذا النون سيتي ديال لاكورس راه هما هادو 4 5 7 11 13 غيكون كقاعده الاخوان باش 13 كقاعده يعني كان تنظن انا 6 15 14 6 15 14 تنظن الخمسة اكس 7 اكس هذه هي اللي كاين. دمتم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة.